ما هو المطلوب للنجاة من الموت أو التغير بشكل عام؟ الإجابة على السؤال ده قائمة بشكل أساسي على تعريف هويتنا. لو جوهريا كنا مجرد كائنات روحية غير مادية، إذن الإجابة مباشرة، من الممكن إننا ننجو من الموت فقط إن أمكن لأرواحنا النجاة من الموت. وبالتأكيد السؤال التالي هيكون: ما هو المطلوب لأرواحنا كي تنجو من الموت؟ لكن الإجابة على السؤال ده أسهل. في تقريبا شبه إجماع بين الفلاسفة عبر التاريخ إن كان هناك وجود بالفعل لروح غير مادية، إذن حسب تعريف هذا الكائن الروح تنجو التغير فقط إن لم يفنيها الله، أو كائن واجب الوجود كامل الكمال. الفلاسفة غير المؤمنين والمؤمنين لسبب ما أو آخر فضلوا فكرة إن الله لن يدمر أو يفني تلك الأرواح، وبالتالي استنتجوا إن الأرواح غير قابلة للفناء، indestructible. أما عامة المؤمنين من الناس عادة ما بيتركوا مساحة لإمكانية إن الله يدمر أو يفني بعض الأرواح في نهاية الزمان. لكن من الممكن إننا نقول إن الروح غير كافية لتعريف الهوية الفردية للإنسان. لو نجت الروح من الموت وفقد الفرد مثلا كل حالاته النفسية والسيكولوجية، هيكون من الصعب الإقرار بإن الفرد نجا من الموت، وبالتالي يبدو إن الفكرة دي بتشير إلى إن بعض المادة بالإضافة إلى الروح قد تكون مطلوبة للنجاة. من الممكن كمان إننا نجادل إن بما إننا كائنات مادية لها وعي، أيا كان تعريف الوعي ده، نجاته كافية لنجاتنا. أو من الجائز إن نجاتنا معتمدة بشكل أساسي على نجاة أجسادنا، وقتها هنضطر نتعامل مع مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالاستمرارية عبر التغير. خلينا نتصور تجربة عقلية علشان نقدر نفكر في مجموعة الحلول المطروحة دي. تخيل إننا في المستقبل دلوقتي، وأصبح من الممكن للكمبيوترز إنها تتصل بالمخ البشري بشكل مباشر، والمعلومات تنتقل بسلاسة بين الطرفين. الذكريات، المهارات، الحالات النفسية والسيكولوجية، المعتقدات، الرغبات، العواطف إلى آخره، كلها من الممكن نقلها كاملة للكمبيوتر وتفعيلها في برنامج محاكاة. بصورة أخرى، هوية الفرد الشخصية من الممكن نقلها بالكامل من المخ إلى الكمبيوتر وإرجاعها مرة تانية للمخ. دلوقتي تصور أني بعرض عليك الخلود إلى الأبد بشكل افتراضي virtual مقابل مبلغ كبير. هنقل هويتك الشخصية بالكامل على جهاز كمبيوتر مركزي تقدر تتصل بيه من البيت عبر الانترنت، وترفع أي تعديلات جديدة في هويتك عليه، وعقلك هيفضل محفوظ على الكمبيوتر المركزي، من الممكن تحميله في أي وقت في مخ آخر في حالة موتك الجسدي. طالما كان من الممكن تحميل هويتك الشخصية في مخ آخر بيولوجي، وطالما كان من الممكن تحميل هويتك في مخ آخر بيولوجي كان أو اصطناعي أو حتى مهجن، سيستمر وجودك. مش المعنى الأبدي بالضبط لفكرة الخلود، لكنه قريب جدا. السؤال: هل هتدفع تكلفة نقل هويتك وتعتبر ده نجاة من الموت؟ كتير من الفلاسفة، خصوصا فلاسفة القرن السابع عشر بالتحديد الفيلسوف الاسكتلندي جون لوك، اعتقد ان الامر المهم في نجاة الهوية هو الاستمرارية السيكولوجية او النفسية psychological continuity، اللي فيها فرد سين وفرد صاد بيعدوا نفس الفرد فقط ان كانت حالات سين السيكولوجية تظهر نفس الاستمرارية لحالات صاد السيكولوجية. لكن ايه هو بالضبط استمرارية الحالات السيكولوجية او النفسية؟ في الحقيقة من الصعب تحديد الأمر ده بدقة. مثلا معتقداتك، رغباتك، أفكارك غالبا ما كانت مختلفة بشكل كبير عن نفس معتقداتك، رغباتك وأفكارك وإنت طفل صغير. وبما إن الفرد اللي بيسمعني دلوقتي هو نفسك وقت الطفولة، إذن يبدو إن فكرة الاستمرارية السيكولوجية لا تتطلب تقاطع كبير ما بين الذكريات والحالات السيكولوجية الأخرى. على أي حال، بعض أنصار نظرية الاستمرارية السيكولوجية أصروا على إن بعض التقاطع مطلوب، أي إن لو الفرد سين والفرد صاد لا يوجد بينهم أي ذكريات مشتركة، إذن بيصبح فردين مختلفين. لكن يبدو إن الأمر الأكثر أهمية هو نوع من العلاقات التطورية developmental relationships. الفرد سين والفرد صاد هما نفس الشخص، فقط إذا كان التركيب النفسي السين مرتبط بسلسلة من المراحل
اللي تبدو وكأنها تطور عقل واحد مع مرور الوقت إلى الحد الذي يوجد فيه هذا النوع من الاستمرارية. أنصار نظرية الاستمرارية السيكولوجية وقتها هيقولوا إن الفرد صاد هو نفسه الفرد سين. لو الفكرة دي صحيحة، إذن التجربة العقلية اللي عرضناها هتكون ناجحة في عرض طريقة ما للنجاة من الموت، لأن هناك استمرارية سيكولوجية ما بين الفرد الأصلي والهوية المخزنة حديثا على جهاز الكمبيوتر، ونفس الاستمرارية دي هتكون موجودة ما بين الهوية اللي هتنتقل من الكمبيوتر إلى مخ الجسم الجديد. للأسف الفكرة بالرغم من جاذبيتها إلا إن بتقابلها مجموعة من الإشكاليات. مثلا تصور الوضع اللي هننقل فيه هويتك الشخصية من الكمبيوتر لجسدين مستقلين في نفس الوقت، يا ترى أيا فيهم هو استمراريتك؟ في ثلاث أجوبة محتملة على التساؤل ده، واحد منهم أو الاثنين أو ولا واحد منهم. الجواب الأول غير دقيق، لأن الجسدين هيكون ليهم نفس النتيجة بالظبط، وبالتالي لا يمكن حتى التفريق بينهم. والجواب الثاني برضو مش صحيح، لأنه على ما يبدو أن سين هو نفس الشخص اللي هو نفسه صاد، وبالتالي طبقا لقانون التطابق الرياضي إن كان سين وصاد متطابقين مع عين، إذن سين وصاد متطابقين مع بعضهم البعض. الأمر اللي بيتركنا قدام الإجابة الثالثة، إن ولا سين ولا صاد هما استمراريتك. لكن لو سين ولا صاد هما استمراريتك، إذن معيار الاستمرارية النفسية فكرة غير صحيحة، لأنه يبدو من العبث الاعتقاد بأن أحد الأشخاص الناتج سيكون هو نفسه الأصلي إذا كان الآخر غير موجود. إذن بصرف النظر عن حقيقة معيار الاستمرارية النفسية، يبدو أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن تخزين العقل على جهاز كمبيوتر لاستخدامه لاحقا يوفر طريقة للنجاة من الموت. الإدعاء البديل قد يكون أن الشخص سين هو نفسه الفرد فقط إن كان الجسد متطابق. لو الرؤية دي صحيحة، إذن من الممكن البقاء على قيد الحياة فقط لو عاد جسم الميت إلى الحياة، الأمر اللي بيتطلب إعادة بناء جسدك بعد تحلله في عملية الموت وبعثه بنفس الصورة. بعض المفكرين جدلوا إن نجاة الجسد بالكامل قد تكون غير مطلوبة، لكن نجاة حاوية العقل أو المخ كافية لتحقيق النجاة من الموت. الإشكالية في التصور ده إن المخ عضو غير منعزل عن باقي الأعضاء في الجسد. بفرض إن العلم الحديث كان قادر على زرع مخ في الجسد في المستقبل، عمليات المخ وقدراته أصبحت مرتبطة بمجموعة الأعضاء الجسدية الجديدة المتاحة له. بمعنى آخر، تصور مثلا زرع عقل حاسب آلي على لوحة إلكترونية لحاسب آلي آخر. قدرة الوحدة المركزية لن تكون متطابقة لأن إمكانيات اللوحة الأم مختلفة. مؤيدوا الرؤية دي بيواجهوا السؤال الصعب حول ما يحتاجه الجسد من أجل البقاء على قيد الحياة بعد التغير. هل الاحتفاظ بجميع الأجزاء كافي؟ الأمر الصعب تصوره. وإن لم تكن جميع الأجزاء مطلوب، كم منها وأيا منها؟ هل من الممكن للجثث أن تنجو من عملية التحلل الكامل ومن ثم إعادة تجميعها لاحقا؟ وإيه المطلوب علشان تتم عملية التجميع بنجاح؟ هل الأجزاء الأصلية فقط مسموح بيها؟ ولو كانت الإجابة بنعم، إيه هي بالظبط الأجزاء الأصلية؟ هل هي أجزاء جسمك النهاردة؟ ولا أجزاء جسمك عند الموت؟ ولا أجزاء جسمك وقت الطفولة؟ أسئلة صعبة، التفكير فيها بس ممكن يصبنا بالدوار. الأمر اللي هيدعونا لملاحظة أنه يبدو أن فكرة معيار الاستمرارية الجسدية محلتش المشكلة، بل أضافت لتعقيدها. علشان نبحث في المسائل المتعلقة بفكرة الاستمرارية بعد الموت، لابد أولا وإننا نفهم فكرة النفس self ومكونات الهوية الشخصية personal identity. في 4 تصورات أساسية عن الهوية الشخصية أو النفس انتشرت عبر العصور في كل من الثقافات الشرقية والغربية. 1 المثنوية dualism، 2 المادية الطبيعية materialism، 3 الأحادية أو الوحدانية monoistic pantheism، 4 الأناتا أو العقيدة البوذية اللازال أناتا Buddhism Doctrine of No Self. هنناقش التصورات الأربعة بتفصيل أكبر.